السلام عليكم، اهلا مزيونات، كيف نتوما؟ مزيانين، كلشي بخير. مرحبا بكم معي في الفيديو. غادي نشارك معكم اليوم واحد العدسه توصلوني من عند فيزيون ماركت بليس. هذا الموقع هذا شاركته معكم بزاف ديال النوبات. اصلا انا ملي جيت من هنايا، يعني في المغرب كنت كنشريهم من عند اوبتيك العدسات، وملي جيت من هنايا وانا كنستعمل غير ديال هذا الموقع هذا. وهذه المره جبت واحد الماركه جديده نشارك معكم. صراحه واحد من لبس العدسات هذه وقيله شي اكثر من عام عملت العدسات في عيني، وتوحشت نلبس العدسات، فطلبت هاد العدسات هادو. غنشاركهم معكم دابا. هاد المره جبت لوينات جدادين عمري ما جربتهم، غنجربهم اول مره معكم هنا ونشوفهم واش غيجيو معايا ولا لا. المهم ان شاء الله يكون خير. انا مسنسه كنعمل العدسات ديال النظار اللي كنشوف بهم، حيت انا عندي نظر ناقص ما كنشوفش بعيد مزيان، فكنت كنعمل دائما ديك العدسات اللي ما فيهم حتى شي كولور، غير كنشوف بهم صافي. وقلت علاش لا ما نجربش اللوينات. فكنت شاركت معكم مره اخرى، جربت قهوي اللون دعيني مفتوح شويه عليه، جربت بحال الزيتي، جربت الكري. هاد مرة طلبت قهوي وكري، غنشوفوه كيفاش غادي يجي. ماشي نفس الماركه اللي كنطلب دائما. المهم هاد الموقع هذا ديال فيزيون ماركت بليس عندهم بزاف ديال الماركات، بزاف ديال الماركات اللي معروفين، وطبعا سيت موثوق، ماشي شي حاجه اللي هدا وصافي، يعني عدسات طبيه ماشي غير ديال بلاستيك ولا شي حاجه. المهم ماشي شي حاجه اللي غادي تضر لكم العينين ديالكم، هاد الموقع موثوق. غادي نشارك معكم دابا هاد المره شنو طلب. المهم الباك كيجي معاه دائما، هاو كيجي معاهم هاد القريعه ديال الماء العدسات هذه، كتجي عندنا بحال هكا. سيت واحد تخليوها في الصاك ديالكم الا كنتو في زنقه وبغيتو تزولوهم ولا شي حاجه، اولا نصفر. اوبس. او كيجيو بحال هكا، كيجي معاهم هاد الديسكونتو هذا. ديما ملي كتشريو من عندهم كيتصيفطوا لكم واحد 10% ديال الديسكونتو المره اللي ما جا لا بغيتو تشريو. اصلا انا غنخلي لكم كود برومو، كود ديال التخفيض اللي غتقدروا ينقصوا لكم في الثمن ان شاء الله ملي تشريو. الا شريتو من الرابط اللي غادي نخلي لكم في صندوق الوصف غادي ينقصوا لكم بالكود برومو اللي غنخلي لكم انا ان شاء الله، بس غنكتب لكم هنايا في صندوق الوصف. المهم هاد المره جبت هاد الماركه هذه ادوري، ها هي هادي وهادي، هانتوما نوريها لكم كيفاش كتجي. نبداو بهادي، ولا كيجيو بحال هكدا، كيجي فيهم هاد القجير هذا اللي كتعملو فيه من بعد ما كتجبدو من هادو، حيت في الاول كيجيو في هادو ديال البلاستيك، كيجيو مشدودين مزيان. هانتوما هنايا في الظهر كيجي مكتوب شحال، حتى انا جبتهم ديال الشوف كيف ما قلت لكم، كل واحد كيختار شحال عندك ديال النقص. مثلا كيكون ناقص واحد، ناقص جوج، ناقص ثلاثة، ناقص 0.5، كل واحد على حساب الشوف ديالو. وكاينين بلا ما تختاروا الدرجه ديال الشوف، يعني كتختاروا غير اللون، فهمتوا؟ انا دائما كنشريهم على حساب كنشوف بهم، يعني ماشي غير ديكور، ولكن دابا رجعت كنشريهم جوج في واحد، يعني نشوف بهم وفي نفس الوقت نجربوا اللوينات ما فيها باس. فكما قلت لكم هما هادو كيجي معاهم القجيار ديالهم، غادي نقيسهم وغادي نرجع لكم. اول حاجه انا شاركت معكم الطريقه بزاف النوبات كيفاش كنعمل. ملي كيجيوني جدادين اول مره كنفتحهم وكنغسلهم بالماء ديال العدسات، وديك الساعه كنعملهم في القجيار ديالهم هنايا في هادو، وكنعمر عليهم الماء وكنشد. هادي حتى هي غادي نغسلها بالماء مزيان، كنعملهم هنايا. بالنسبه للناس اللي اول مره، ديك الساعه نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي كنت شاركت معكم بالديتاي كيفاش كنعملهم. كنغسلهم كنعملهم هنايا صافي، وكتكب عليهم الماء وكتبقى تستعملهم. هادو اللي جبت هاد المره هادو ديال 3 شهور، مرات اخرين اللي كنت كنجيب كيكون المده ديالهم عام. هاد المره هادي جبت ديال 3 شهور، عندهم ديال عام، عندهم ديال 6 شهور، وكاينين ديال شهر صافي هاد الناس. فانا غادي نغسلهم مزيان بالماء وغادي نجربهم. كيف ما قلت لكم نخلي لكم الرابط ديال الفيديو اللي كنت شاركت معكم الطريقه بالتفصيل كيفاش كنستعملهم، كيفاش كنركبهم في عيني وداكشي. دابا غادي نمشي نلبسهم ونرجع لكم نوريهم لكم كيفاش جاوا اللبس. رجعت لكم مزيونات، انا لبستهم، هانتوما شوفوا ما كيبان حتى شي فرق ياك، حيت هادو جاوا نفس اللون ديال عيني تقريبا. الا ما نقول لكم مغلوقين شويه على كولور د عيني، المهم هاهم عرفتوا مرتاحين مرتاحين بحال اللي ما لابسه في عيني حتى حاجه والله، الا ما كنحسش بهم مره، وخصوصا نفس اللون ديال عيني ما كاينش شي فرق في اللون، فكنحس براسي بحالي ما عندنا والو. كنشوف بهم مزيان بحال النظر بالضبط. على فكره القياس اللي كيكون مثلا ديال المناظر اولا النظاره الطبيه ماشي هو نفس الرقم اللي كيكون العدسات. ديما خصكم تسقسيو اوبتيك اولا الطبيب ديالكم، كتقول له يعطيك القياس ديال المناظر باش كتمشي عند الاوبتيك تعدلو، كتقول له عندي ناقص جوج اولا ناقص ثلاثه مثلا، وكتقولوا عطيني العبار ديال العدسات. العبار ديال العدسات بوحديتو كيكون ماشي بحال ديال المناظر. على هذا الاساس كتختاروا العبار ديالكم. كنشوف بهم مزيان بحال اللي عملوا النظر في عيني، واللون كيف ما كتشوفوا نفس اللون ديال عيني، وخفافين خفافين خفافين مريحين، ما كنحسش براسي عملنا شي حاجه. هانتوما مزيانين نفس اللون ديال عيني واعره. المهم هادو هما الاولى انا جربتهم معكم، ندوزو نشوفوا الثاني. والثانيين هما هادو، هادو في الكري، طلبت كريم مغلوق ما عرفتش هما حتى كيتلبسوا في العين عاد كيبان كيفاش. ولا فحال هكا هو كيجي فيه قجيار ديالهم بنفس الطريقه
هادو ها هما. تاهما في هنايا في الظهر كيكون مكتوب الرقم ديال الاسم ديالهم، هادو جراي مكتوب فيهم. الا ما كنتوش محتاجينهم ديال الشوف كيف ما قلت لكم، كتختاروا غير اللون، اللون اللي بغيتو صافي وكطلبوهم بلا ما تكليكيو في الخانه ديال الارقام ديال زعما الرقم النقص اللي عندكم. ولا ها هما الاسم ديالهم بالضبط، غادي نخلي لكم مكتوب في صندوق الوصف وفي التعليق الاولاني، زائد غادي نخلي لكم الرابط اللي غادي تدخلوا منه طبعا، والكود بروم اللي غادي تدخلوا باش ينقصوا لكم الثمن. صافي البنات غادي نجرب حتى هادو وغادي نرجع لكم نشوفهم كيف جاوا. ها هما الكري، انا قيستهم كيف جاوني. كري مغلوق عجبني هذا اللون حسن من كري مفتوح. واحد مره كنت جبت كري مفتوح وما عجبنيش، جاو عيني فحال بويض، ما عجبنيش راسي مره، فهمت بحال ديك فامبيروس. ما ديك كري مفتوح ما عجبنيش، هذا عجبني حيت كري مغلوق. انا كيعجبوني الوان مغلوقين في العينين. فها نتوما حتى هادو خفافين غزلان غزلان، ما كنحسش بهم في عيني، كنشوف بهم مزيان مرتاحين، ماشي شي عدسه اللي غلاطينه ولا كنحس بعيني مخنوقه، لا. ها نتوما شفتو، قرب لكم تشوفوا مزيان العينين. كريما غلوق كيبان لكم ياك، مزيون هاد اللوين صراحه عجبني. هاد الماركه مزيونه حتى هي، ادوري. كنت كنجرب واحد الماركه اخرى ولا مشى لي اسمها نسيت، غادي تجبروها في الفيديو اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. حتى هذيك مزيونه كيف ما قلت لكم، هذيك ديال عام، هادو ديال 3 شهور. طبعا جرب فيها لوينات اخرين في هاد الماركه عام، واحد 3 شهور مجربات ثاني شي لوينات. المهم زيونات كيف ما قلت لكم، غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع في صندوق الوصف، غادي نخلي لكم كود برومو، غادي نخلي لكم الاسماء ديال الالوان. غادي تدخلوا غادي تجبروا بزاف ديال الماركات وبزاف ديال اللوينات، كل وحده كتختار اللون اللي بغات. الا عندكم نقص في الشوف خصكم تشوفوا بهم، كتختاروا نتوما تما كيعطيكم. كاين اللي ما كيكونش عندهم النقص في جوج العينات فحال فحال، فكتختار اليمين بوحده وتشمل بوحده. انا شحال هذه كان عندي النقص في اليمين زايد على النقص في الشمال، ماشي فحال فحال يعني، كنت كنختار العدسه اليمين بوحده والعدسه الشمال بوحده. دابا تقدد ورجعت بجوج بهم عندي نفس النقص فيهم، فكنختار نفس الرقم اللي لهم بجوج بهم. والناس اللي ما كتحتاجش هاد العبارات وكتشوف مزيان الحمد لله، الله يديمها نعم عليكم، غادي تختاروا غير اللون، ما تحتاجوش تختاروا العبارات وصافي. مزيونات كانوا هادو هما الحاجات اللي بغيت نشارك معاكم. المهم الراي ديالي شخصيا دابا عجبوني، غادي نجربهم وما كنخرج بهم وندوز بهم وقت طويل. وان شاء الله الا شفت فيهم ماشي حاجه ماشي هذيك اولا عيوني اولا شي حاجه، غادي نشارك معكم في الفيديوهات القادمه. ولكن انا مجربهم هذا الموقع صراحه، عندهم ماركات اللي هم مزيونين وماركات طبيين كيف ما قلت لكم، يعني معترف بهم وكل شيء ماشي غير تخربيق. واصلا العدسات يعني ما خصكمش تفوتوا بهم اكثر من 6 ساعات في العينين ديالكم، حيتاش العينه كتبدا تعيا، من الاحسن كتعملوها 6 ساعات بركه ودولو. انا شحال مره كنبقى بهم اكثر من هذا الصراحه، كنخرجوا مثلا النهار كامل وكنتعطلوا عاد كنجيو كنبقى بهم نهار كامل ما كيوقع لي والو، ولكن ماشي دائما، مره مره كيف ما قلت لكم، واحد مره في سيمانه، مره في 15 يوم عاد تعطل بهم. اما عاده ملي كنلبسهم يوميا جوج ثلاثه ساعات اطوبي 6 ساعات وكنزولهم، ماشي مزيان تبقاو بالعدسات بزاف في العينين ديالكم. صافي هادشي اللي كاين، شنو كنت بغيت نشارك معكم اخر. المهم الا كان شي سؤال خليوه لي في التعليقات وغادي نجاوبكم عليه ونشرح لكم كلشي ان شاء الله يا ربي. وشكرا على حسن المتابعه ديالكم، ما تنساوش تدخلوا كود برومو قبل ما تخلصوا باش ينقصوا لكم في الثمن، وما تنساوش تخليوا الراي ديالكم في التعليقات كيف جاوني العدسات. صراحه الاولى ما كاين حتى شي فرق، نفس اللون ديالي انا عجبوني ومرتاحه فيهم. والثاني اللي شويه الفرق مبدل كريم مغلوق، قولوا لي واجاو معايا ولا لا. وصافي زيونات رجعت لكم، جبرتوني خليت هاد العدسات هادو الكريس، شوفوا كيف جاوني. ما عرفتش مع الضو ما كيبانو لكمش مزيان، واقيلا الضو ناقص. دابا العشيه غتشوفوني جالسه في باركي، هبط جوني تلعب في باركي لبيد ما يوصل امين. امين خرج من الخدمه وعيط لي قال لي غادي نخرجوا مين زعما من الخدمه يهزنا ونمشيو نباسيو ماريتيمو ولا ما عرفتش فين غنمشي. المهم تنمشيو تشوفونا فين غنمشيو، غالبا غنمشيو نستيبونا حيت هي اللي قريبه، حيت كيخرج معطل يعني غادي يوصل شحال الساعه دابا. دابا 9 يمكن يوصل شي 9 ونص ولا 9 وربع ما عرفتش. المهم هو خرج دابا واجه دابا واصل. ايوا صافي هبط جنيد يلعب شويه في باركي بدل ما بقاو كنتناو في الدار، لبسناه هبطو حدا الباب ديال الدار باركي اللي حدا الباب، جالس كيلعب حتى لابد ما يوصل امين ونخرج. ايوا صافي وانا جالسه في هذه اللعبه هذه وجاي قبلتي هنا في كوتشي كتشوف بعينه جنيد مشى كيطلع في سرسيبه، هو ما جاي كيجري وانا جالسه كنلعب حتى انا هنايا حتى يوصل امين. صافي تعال نشوف فين غنمشيو، خليكم معايا. الدنيا مخيطه ما كاينش باركي، مره في باركي انا تحت الارض عصور سخانه هنايا متوسط. صافي دابا نمشيو نطلعوا جنيد شاف ديك الالعاب فحال فيريا، ماشي شي فيريا شي العاب، بدا كيبكي لنا في الطوموبيل كيتجنن خصني نمشي تما، فين غنوقفوا لك ابني في نص الطريق. ايوا صافي اجي 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 الطوموبيل.
يا سلام يا سلام يا سلام، كالوري كالوري. واخ مشريجي دابا الصيف. المهم ضعفت وقيله ياك، قولوا لي الصراحه كيف فيا ضعفت؟ مره مره كنفير وصافي، ماشي دائما. انا متبعه دابا اليوم قايله كناكل في الريجيم، جاتنا العشيه وجبت ناكل الا دابا. عارف شنو هاد الحاجه اللي عدلو هنايا في وسط الطريق؟ جنيت قالت كيلعب شطرنج مع راسو. الجو مزيان والبروده، قول ساق زهر الصراحه. الله هادي مسكينه مخش عاقله، يخرج مع ولادك تعلمو يلعبو الشطرنج. ضحك جالسه مور انا ولادك يلعبو هنايا. جنيد تشوفوا شني عامل في هاد البلاكات شطرنج. شطرنج عامل الروينه مستفهم بواحد الحاله. شوف شني عامل فيهم، هو جالس كيلعب ويرشاق. واحد مره مورانا عقله مخرج مع ولادك كتوريهم كيفاش يلعبوا، كيعصبوا ما كيلعبوش. انت اللي جالسه كتقول قبيلات ويا معاهم كل هادي كل ما نعرفش. حنا جالسين كنتبردوا، جنيد كنا جالسين قلنا جلسوا هنايا وانا غنلعب. صافي جات معانا، حنا جلسنا وجالس كيلعب. يلاه الله يزول جنيد خوا الشطرنج باش يلعب في الوسط. عاملين فحال معرض هنايا، معلقين فيه شي كيبيع الحوايج، شي كيبيع الديكوراسيون، بزاف الحاجات. ايوا كما العاده جنيد حصلنا هنايا عاوتاني، حنايا جالسين شوفوا في الضو ما كيبانوش اصلا اللي عامله العدسه. شفتو اللون ديالهم مزيان. حصلنا جنيد هنايا عاوتاني، دخل يلعب وانا جلس. ما فيا لي تدخل، حيت خصك تدخل تما، خصك تعمل الكمامه. خليني جالسه هنايا والرحمه في الله نتبرد، الهويدره فيا احسن من الضربه، احسن من الحيوط في الحراره. عرفت بنا تقلع واحد الريح، واحد حتى جا برد والله الا غطيت له جاي بالبطانيه برد، ولكن الهواء مزيون احسن من الحراره اللي في الدار صراحه. المهم بنات بغيت نشارك معكم واحد ابليكاسيون ديال واحد شركه اسمها تاب تاب سينت ماروك. هاد الشركه هادي كيف ما الناس اللي في اوروبا كيبغيو يصيفطوا الفلوس للمغرب، وكيف ما كتعرفوا فيما كتبغيو تصيفطوا يعني مع الشركات اولا مع البنكه كتخلصوا عليهم الفلوس باش يوصلوا، زعما كتخلصوا حتى من زايد اولا كيقطعوا لكم من ديك الفلوس اللي نتوما صيفطتوا. هاد الشركه هادي كتقدروا تصيفطوا معها فابوره البنات، ابتداء تقدروا تصيفطوا من 3 اورو حتى 2000 اورو. شحال ما صيفطوا كتصيفطوا فابور زائد زائد. هادي اللي سمعوها مزيان واللي واعره بزاف، جبت لكم واحد الكود غادي تدخلوا هذا الكود اللي نخلي لكم مكتوب هنايا، وغادي تربحوا 5 اورو زايده على التصيفطه الاولى. يعني انا نشرح لكم كيفاش، مي غادي تجيو تصيفطوا الفلوس اول مره قولوا صيفطتوا 20 اورو ياك، صيفطتوا 20 اورو من المغرب اللي غيشبره في المغرب غتوصلوا 25، غيزيد لكم 5 اورو زايده. والميزه ولا ماشي ميزه هادي؟ هادي واعره. غادخلوا الكود اللي نخلي لكم هنايا، اللينك ديال الابليكاسيون غادي نخلي لكم في صندوق الوصف في التعليق الاولاني. غادي تدخلوا من اللينك اللي نخلي لكم، غادي تيليشارجيو ابليكاسيون تاب تاب سينت ماروك، وغادي تفتحوها سهله عادي موثوقه ما عندكم شي مناش تخافوا البنات. انا جربتها دابا نعاود نجربها ان شاء الله ملي نجي صيفط فيها هاد المره، غنجرب معكم ونصور لكم الديتاي كيفاش الا ما عرفتوش كيفاش تخدموا بها. غادي تيليشارجيوها في التليفون ديالكم، عاد تفتحوها بالايميل ديالكم ونمره التليفون ديالكم. صافي مي كتجيو تصيفطوا الفلوس كتعملوا داتوس الترخيص بحال اللي عاد تاخروا من اي موقع مثلا شيان، كتمشيو تشريو الحوايج من شيان كتدخلوا داتوس الترخيص وكتخلصوا. هذاك هنايا غتدخلوا داتوس الترخيصه وكتختاروا شحال بغيتوا الفلوس، مثلا كيف ما قلت لكم قولوا 10 اورو، عاد تصيفطوا 10 اورو مي كتصيفطوها كيزيد لكم 5 اورو على اول تصيفطه. اول مره تصيفطوها غتصيفطوا زعما الفلوس اللي غيجي يشبر، ثم صيفطوا 10 غتوصلوا هو 15. حاليا كيقدروا يشبروا فلوس غير من كاش فلوس في المغرب زعما، من ثم هنايا غتصيفطوا غير بالتليفون ديالكم، يعني من ابليكاسيون التليفون ديالكم ما تخرجوا ما تدخلوا ما تخلصوا حتى فرانك، غتصيفطوا فلوس فابور عاد زائد عندكم 5 اورو كادو على اول مره غادي تخدموا بابليكاسيون. وفي المغرب كيقدروا يشبروا فلوس كيف ما قلت لكم من كاش فلوس حاليا، من بعد دابا هما كيتوسعوا غادي من بعد يبقاو يشبروهم بزاف بلايص اخرين زعما. وصافي يا بنات هادشي اللي بغيت نشارك معكم، كيف ما قلت لكم الرابط ديال الابليكاسيون غتجبروه في صندوق الوصف في التعليق الاولاني، وملي تكونوا غتصيفطوا فلوس غتدخلوا هاد الكود اللي غنخلي لكم هنايا باش تربحوا هذيك 5 اورو زايده. شركه موثوقه ما عندكم شي مناش تخافوا، الخدمه بها سهله مره يعني، واهم من حاجه ما كتخلصوا حتى فرانك، يعني تبقاو تصيفطوا دائما شحال ما صيفطتوا الفلوس ما غتخلصوا عليهم حتى شي اورو، كتصيفطوا فابور والصرف عندهم زيون الناس من اورو درهم كيصرفوا مزيان، يعني ماشي الصرف طايح صرف طالع عندهم. وصافي هادشي كاين، الا ما فهمتوش شي حاجه خليوا الاسئله ديالكم في التعليقات وانا غادي نشرح لكم مزيان في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله يا رب. صافي بنات نتمشى بوحدي والرحمه في الله، سينو تما بقى كاسا كنتسنى جنيد يلعب باقي كيلعب ما بغاش ينزل. امين مسكين حصل معاه. هذا نتمشى شويه، شوفوا عندهم كويستوس هادو هنايا عاملين هاد عاملين هنايا كيبيعوا هادشي، واحد شني كيبيع واحد شني عنده. صافي ماشي مفحلنا اخوتي كيخلص امين باركي باش نخرجوا، حيت جاي تقلع البرد بزاف قدرناش نزيدو نتمشاو، الجو مي كان مزيون الدنيا مزيانه.
هذا ماشي باركي اللي كتلعب فيها جنيد، هذا كنباركيو فيه الطوموبيلات. سمع جنيد كيسمع باركي كيقصو باركي. مي كان الجو مزيان نتمشاو، جنيد بقى خصو يلعب، بقينا جالسين هو كيلعب كيلعب كيلعب، تتقلع الريح وحنا ماشي بحالنا كاع ما تمشينا. المهم حنا فوجنا ودرا فينا الهواء وجنيد لعب. المهم هو يفرح جنيد، ماشي مهم، ماشي ضروري حنايا زعما نستمتعوا. مي كيستمتع هو كنفرحوا حنايا معاه. ايوا صافي دابا غادي نمشيو بحالنا للدار. تهلاو فراسكم، تصبحون على خير، نتلاقاو ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد. سلامة.